أعلن الإعلامي الرياضي عماد السالمي قرار النجم السوري الكبير عمر السومة النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي. والسومة البالغ من العمر 31 سنة انضم إلى نادي الأهلي السعودي في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتية، حيث أصبح الهداف التاريخي للفريق في جميع البطولات المحلية والخارجية. ولعب الأسطورة السورية 187 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، سجل خلالها 168 هدفا وصنع 21 آخرين. وكشف السالمي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن توصل السومة إلى اتفاق نهائي مع إدارة الأهلي لتجديد عقده مع الفريق. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن العقد الجديد سيضمن بقاء السومة مع الأهلي لمدة عامين قادمين حتى عام 2023 مع أحقية التمديد لعام ثالث. جدير بالذكر أن عقد السومة الحالي مع قلعة الراقي ينتهي في يونيو 2021 وسط جدل كبير خلال الفترة الماضية بشأن رحيله والانتقال إلى الهلال أو النصر أو الاتحاد. وأكثر من مصدر إعلامي شدد على إصرار الهلال على التعاقد مع السومة في الصيف القادم بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الأهلي، في الوقت الذي كان يعتبر فيه اللاعب الهدف الأول لناديي النصر والاتحاد في العامين الماضيين. أنقذت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من فضيحة خطيرة. وتولى فيتوريا تدريب النصر في فبراير 2019 وقاد الفريق الأول لكرة القدم للتتويج بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر المحلي، إلا أن النتائج تراجعت بشكل واضح في بداية الموسم الحالي. وفيتوريا أخبر إدارة النصر في بداية الميركاتو الصيفي عدم حاجته للاعب الشاب أيمن يحيى جناح الفريق الأول لكرة القدم، وبالفعل بدأ يحيى في البحث عن نادي جديد للانتقال إليه بعد الرحيل عن النصر حيث تلقى العديد من العروض المغرية. ومن ناحيتها إدارة النصر تدخلت في اللحظات الأخيرة ورفضت طلب فيتوريا معلنة تمسكها بخدمات النجم الشاب. وبعد بقائه مع النصر وإصابة عدد كبير من نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد، اضطر فيتوريا للاعتماد على أيمن يحيى في المباريات. وأثبت يحيى إمكانياته الهائلة بعد حصوله على الفرصة ليلقبه مدرب المنتخب السعودي بسالم الدوسري الجديد. بقاء يحيى أنقذ النصر من تكرار مأساة عدم التعاقد مع سالم الدوسري نجم الهلال الحالي في بداية مشواره الكروي. والدوسري تم عرضه على النصر في بداية مسيرته الكروية، لكن الإدارة الفنية وقتها اعتبرت أنه لا يتمتع بالمواصفات الكافية لضمه إلى الفريق. وانتقل الدوسري بعد أن رفضه النصر إلى الهلال وأصبح نجم السعودية الأول ليجري وراء العالمية بملايين الريالات. جدير بالذكر أن النصر حاول التعاقد مع سالم الدوسري في الصيف الماضي مع نهاية عقده مع الهلال، إلا أن الأخير نجح في تجديد عقده لمدة 3 سنوات حتى 2022. وغير بعيد عن النصر تلقى العالمي صدمة جديدة بشأن مفاوضاته مع أحد النجوم المحترفين والذين حاول التعاقد معهم في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي. وأشارت صحيفة ريكوردا البرتغالية أن بنفيكا البرتغالي اقترب من حسم صفقة برازيلية مميزة يحاول النصر التعاقد معها في يناير المقبل. وأشارت الصحيفة أن بنفيكا سينهي خلال الساعات المقبلة صفقة فيرسيمو من نادي سانتوس بعد عقد اجتماع يحسم خلاله الصفقة البرازيلية. فجر الإعلامي الرياضي حمود القحطاني مفاجأة من العيار الثقيل عن نادي الهلال قبل مواجهة النصر النارية في ديربي الرياض. ويواجه الهلال مساء الاثنين 23 من نوفمبر فريق النصر ضمن منافسات الجولة 5 من مسابقة دوري المحترفين، على أن يلتقيا مجددا بعدها بخمس أيام في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وأعلن القحطاني في تغريدة عبر صفحته بموقع
التدوينات القصيرة تويتر جاهزية سالم الدوسري وياسر الشهراني ثنائي الهلال لمواجهة النصر. وكشف الإعلامي الرياضي عن أن إصابة الدوسري والشهراني ليست بخطيرة ووضعهما سيكون أفضل خلال اليومين القادمين. جدير بالذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي استبعد الدوسري والشهراني من معسكر الفريق وذلك بعد تعرضهما للإصابة. وكل التكهنات خلال الساعات الماضية كانت تشير إلى عدم لحاق ثنائي الهلال بديربي الرياض الناري. وغير بعيد عن الزعيم كشف الإعلامي الرياضي خالد القحطاني سر بقاء السوري عمر خريبين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. وعلى الرغم من تألقه في بداية مسيرته مع الهلال وحصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا إلا أن مستوى اللاعب تراجع بشكل كارثي في الفترة الأخيرة. واعتبر القحطاني في تصريحات تلفزيونية أن بقاء خريبين في الهلال حتى الآن رغم مستواه الكارثي بسبب اقتصادي بحت. وشدد الإعلامي الرياضي على أن خريبين لم تصله أي عروض مالية جيدة حيث أن جميع الفرق التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه لم تستطع تحمل قيمة رواتبه. جدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت إصابة جديدة داخل نادي الهلال بفيروس كورونا المستجد. وأكدت صحيفة رياضية إصابة الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال بفيروس كورونا حيث سيخضع للعزل وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الصحة. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.